ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ياسر محمد عبد الله oo ka socda dugsiga Ubay ibn Ka'ab su'aalihii uu soo baxsaday su'aashiisa ugu horeysa saddex su'aal ay xaq u leeyahay midiisa ugu horeysa ayaan weydiin doonaa haduu eebo qadaro. ابدا من قول الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أي أدو مستعي سؤال شاذيك واد يا ميشا سوكو دماتي قول أنا ميد هذه اللبات أي الويدين دون أحد أي بقدر.
حماتي معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي daawad yaal weli waxad la socotaan barnaamijka tartanka quraanka kariimka ee shabakada warbaahinta shabelle sanadkan markii ugu horeysay ay qabaneysay isla markaana uu taabagelinayay isbitaalka darajaad ee xaruntiisa caafimaad ay tahay degmada Hooloodaag ee gobolka Banaadir maantana waxaa ku tartamay ilaa 3 arday oo dhigata dugsiyada ku yaala magaalada tan Muqdisho farsamada hagar la'aaneed ee maalinlaha waxa barnaamijkan farsameeyay saaxiibkeen maxamed cabdi mahad ballaaran ka gaarto su'aasha labaad ee yaasir maxamed abdullahi ka socda dugsiga Ubay ibn Ka'ab waxa u dhacaysa sidatan ibda min qawli Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين
التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سؤال سدحات ودن بيس ياسر محمد عبد الله الويديني كسر على دكسيا أبي بن كعب وعود عسى سدتن. ابدأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران هرموين كإنترنت كا يكار كوكو هذا الكيادة كأنفع بلاس
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha